لم تزل الحكومة المحلية في محافظة المثنى ضائعة بين قرارات وزارة الكهرباء من جهة ومطالبة المواطنين بتحسن الواقع الكهرباء من جهة أخرى، خاصة وأن المثنى تمتلك محطة عملاقة لا تزال متوقفة عن العمل بسبب عدم تعاقد الوزارة مع شركة تستطيع تنصيبها وربطها إلى خط الطاقة من جديد، رغم مفاتحات الحكومة المحلية لتحويلها إلى الاستثمار من أجل إعادتها إلى العمل مرة أخرى. محطة من سنوات كل معداتها يعني موجودة داخل المحافظة، والخطة هي أن تحال إلى شركة استثمارية رصينة لنصبها. احنا حقيقة ما نعرف شنو السبب اللي يعني ما راح تكلف شيء هي لوزارة الكهرباء، إلا أن وزارة الكهرباء تبحث عن ماذا حتى تحيل هذه المحطة، لا ندري. نرجو من وزارة الكهرباء أن توضح لنا وللرأي العام لماذا لم تحل هذه المحطة على شركة استثمارية لغرض تنصيبها لحد هذا اليوم منذ سنوات. أعضاء في مجلس المحافظة أكدوا أن صيف هذا العام أهدرت فيه كميات كبيرة من الطاقة بسبب عدم تنصيب محطة الكهرباء ذات السعة 400 ميجاوات. بالتأكيد بقاء محطة كهرباء المثنى طيلة هذه الفترة الماضية دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنصيبها وإدخالها في الخدمة لخدمة أبناء المحافظة على وجه الخصوص وأبناء الوطن عموما، إنما توحي بكثير من الأسئلة التي تدخل في طياتها شبهات فساد مالي وإداري يرجع إلى أجهزة الوزارة وقيام وإجراءات الوزارة، وكذلك المحسوبية والمسؤولية، وكذلك بعض الأمور التي تدخل في باب هذا الفساد والتي أخرت تنفيذ هذه المحطة لغاية هذا التاريخ. وفيما لو تم تشغيل محطتي السماوة الغازية واليابانية فإن ذلك سيحسن من وضع التجهيز اليومي، خاصة وأن المحافظة ما زالت تقع في نهاية خطوط التجهيز. لقناة صلاح الدين حسين الخزعلي، المثنى.